السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذكاء الاصطناعي في الحرم المكي، الكاميرات مش مجرد بس بتصور وتنقل، لا ده اوتوماتيك بتبدأ تقول عدد الناس في الممر او اللي داخلين الحرم، في قد ايه شجار، لو في اي شجار يبدأ يدي تحذير، في سجاير، في نوم، في جري، في وقوف وهكذا. فحفظ الله نعمة الامن والامان، رب اجعل هذا البلد امنا مطمئنا.